ولكن هي ليلة السوبر، وبالتالي يجب أن يكون الكل مركز. وبالمناسبة دايما جمهور النادي الأهلي مركز مع فريقه زيه زي اللعيبة بالظبط. يعني أنا لما بخش دلوقتي على كل مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقة بشوف كل جمهور النادي الأهلي أو كل الأهلوية بيكتبوا على كل مواقع التواصل الاجتماعي يا رب توفقنا، احنا مركزين، احنا عايزين نركز أكتر، الجمهور بينهم وبين بعض يقولك احنا الواحد مش عارف ينام. ده الحقيقة هي دي كرة القدم وهي دي حلاوة كرة القدم. بالمناسبة ان انت تفضل في شغف دائم لان انت فريقك يكسب، وهو ده اللي بنتعلمه من جمهور النادي الأهلي، وهو ده دايما اللي بنشوفه من جمهور النادي الأهلي. محدش بيبص للجانب الآخر. الحقيقة ان الجمهور ده بيتعب جدا، يعني انا بشوف ان الجمهور له دور كبير جدا جدا جدا، مش انا لوحدي، كل الناس، الجمهور له دور كبير جدا جدا في فوز النادي الأهلي دائما بهذه البطولات. هتكسب، ربنا يكرمنا يا رب ان شاء الله بكره لو ربنا كرمنا هنعمل ايه؟ هل هنحتفل طبعا قد يكون هناك احتفال لو في حاله ان احنا كسبنا ان شاء الله، قد يكون في احتفال وكل حاجه، ولكن عندك مباراه بعديها بثلاث اربع ايام، هتقول خلاص لو كسبنا مبروك، لو لا قدر الله حصل حاجه ثانيه هنقول يلا هارد لك وهنشوف اللي بعد كده. هذه هي كره القدم، وهذا هو النادي الاهلي، وهذا هو الفارق الكبير دايما اللي انا كنت بحكي مع حضراتكم فيه امبارح، ان النادي الاهلي دايما بيفرق عن اي حد.